الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة يا جماعة، أنا زي ما أنت قريت كده في العنوان بالظبط، وفي فعلا في القرآن ما يسمى الأديان السماوية الثلاثة. هل يوجد فعلا في القرآن ما يسمى بالأديان السماوية الثلاثة؟ قريت فعلا العنوان صح. في الحقيقة بعد بحث عميق في هذا الموضوع الشائك، يتضح لنا أن اليهودية والنصرانية إنما هي شرائع وليست أديان بالمعنى الدارج للناس. فإليكم معلومة رائعة عن ديننا الإسلامي أغلبنا يجهلها، فتعرفوا عليها وعرفوا الآخرين بها. استوقفني عنوان وجذب انتباهي بشدة، أنه لا يوجد شيء اسمه الأديان السماوية الثلاثة في القرآن. وخلي بالك أنا بقول في القرآن، وأنا بقول في القرآن لأنه توجد تفسيرات أخرى لشيوخ الإسلام في هذا المسمى الأديان السماوية، ولكنهم أقروا أيضا بأنه لا يوجد في القرآن ما يسمى بالأديان السماوية، وإنما هو دين واحد وهو الإسلام. إنما هي شرائع، وكل شريعة جاية بتوضح الشريعة اللي قبلها، أو جاية بتعدل في الشريعة اللي قبلها. ولكنهم أقروا أيضا بأنه لا يوجد في القرآن ما يسمى بالأديان السماوية، وإنما هو دين واحد وهو الإسلام، حيث قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. إذن ما هي اليهودية والنصرانية؟ أولا، كتبهم اسمها التوراة والإنجيل، وهي شرائع وكتب سماوية وليست ديانات، والدين واحد فقط وهو الإسلام. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرائع تختلف، حيث أن كل شريعة تختلف عن الأخرى في الحلال والحرام، ولكن الدين واحد. فكل الأنبياء والرسل دينهم واحد وهو الإسلام. أما الإدعاء بأن اليهودية والنصرانية ديانات، فاليهود والنصارى هم الذين سموا أنفسهم بذلك، ولم يسمهم الله سبحانه وتعالى نصارى أو يهود. قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى. وقال أيضا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فهم الذين قالوا على أنفسهم، ولكن كل الأنبياء والرسل قالوا إنا مسلمون. حتى فرعون قال حيث أدركه الغرق: قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فلماذا لم يقل وأنا من اليهود؟ وهذه الآيات التي تدل على أن الدين واحد وهو الإسلام وليس ثلاثة ديانات. قال النبي الله نوح عليه السلام: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال نبي الله إبراهيم عليه السلام لبنيه: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبي الله يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال نبي الله موسى عليه السلام: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال نبي الله عيسى عليه السلام: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله،
نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وتأتي الآية الجامعة لكل الأنبياء وهم يقرون بأنهم مسلمون: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وجاء خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحمل الشريعة الإسلامية التي تدعو لدين الإسلام، ولكن بمنهج مكمل لكل الشرائع، أي أن الإسلام مكمل للشرائع السابقة زي ما قلنا في الأول. يعني كانت اليهودية والنصرانية هذه شرائع وليست أديان، كل نبي كان نازل بشريعة مكملة للشريعة اللي قبلها، فكل من آمن بالله وبكل نبي بعث فهو مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله، أي أنه مستسلم وخاضع لله وحده إلها واحدا لا شريك له، فصحح عقيدتك.